خليني دلوقتي اروح مع حضراتكم للميا تقول لنا اسعار العملات والذهب النهارده. اتفضلي يا لميا. شكرا هدير. مشاهدينا تعالوا نتابع دلوقتي متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. هنبدأ بالدولار الأمريكي، سعر البيع فيه 19.68 والشراء 19.61. اليورو سعر البيع فيه 19.10 والشراء 19.2%. جنيه استرليني سعر البيع فيه 21.75 والشراء 21.66. فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.72 والشراء 19.64. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.75 والشراء 2.74. ريال سعودي سعر البيع فيه 5.23 والشراء 5.21. دينار كويتي سعر البيع فيه 63.43 والشراء 63.17. درهم إماراتي سعر البيع فيه 5.36 جنيه والشراء 5.33 جنيه. ومن العملات الرسمية لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، ونبدأ بعيار 18، سعر السوق النهاردة 930 جنيه للجرام، وعيار 21 1085 جنيه للجرام، أما عيار 24 فهو 1240 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق النهاردة 8680 جنيه. وخلصنا أسعار الذهب ونعرف باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع مصطفى وهدير. شكرا يا